وهذه وقت ديال البرد. وحنا كنستعملوا هذا هذا الفرن هذا. هو مهم دابا حاليا، دابا في هذا الوقت مهم في البيت ضروري يكون، واش كاين دابا البرد، يعني البرد قارس. الا ما كانش هذا راه ما غاديش تعيش. انا الحياه هنا صعيبه في منطقه الجبال، كاين البرد بزاف، والدراري وكيمشيو للقرايه خصك تسخنهم مزيان ودير لهم الفطور. ضروري يكون في البيت. وسميتو راه وصحي زعما، ماشي شي حاجه اللي كتضر. داك كندير لي هذاك المسيك الدخان كيخرجوا على برا، ما كيدير المضره ما والو. وكاين القضيه ديال العواد، شويه العواد ناقص هنا. ضروري خصك تمشي تحطاب ولا تشري ولا ضروري يديو. ما كاينش البيت دابا اللي ما فيهاش هاد جوج، واحد جوج ثلاثه، كاين جوج وضروري يديو. هذا يعني تنقص من الخبز واتاي دي، هذا حتى هو راه بحال بحال الاكل والشرب. الاقبال ديالو في هذا الوقت راه موجود، موجود كيطلبوا الناس، حيت دابا كاين البرد. الا ما درتي الفرن في الدار ما تنعش بالبرد، ما غاديش تنعش بالبرد، واخا تغطيتي الا ما درتي الفرن راه حتى حاجه ما كاينه. تتكون في من الليالي الفوق، من الليالي حتى شهر ثلاثة حتى تنقص الحراره ديال البرد، تتكون الجريحه راه من البارح ترى كاينه. ولا لي قبال ولا لي قبال، انا بنت نظرتها يشري راه ما يتقل باش يدي، تيلوحوا فيه العود الكارم، ماشي الخضر، الخضر ما تيقربوا العود الكارم باش تيسخنوا هذا الشيء، ما تيخرجوا الجعبه من فوق السطح باش تبقى تخرج تدخل على برا، وتيعمروا من التحت من هنا منين تيديروا العواد. هو تيديروا العواد من هنا، يشعلوا العافيه من التحت. راه لي قبال ديالو في هذا الشهر دابا من دابا الفوق راه ديما ديما ديما، لا ما يمكنش. هكذا بالبرد صعيب الحال، واش الدراري الصغار يمشيو للمدرسه يقراو يتسردوا بالماء؟ راه الا بدا يجيو يسخنوا بالفرنوات لا ضروري، تيديروا فيه العود يطيبوا فيه الخبز من الفوق، وتيسخنوا فيه من فوق منه الماء. الثمن ديالهم من 3000 حتى 28، هذا هو الجهد ديالهم، 3000 ريال حتى 34 الحاجه، كل حاجه بالفورمه ديالو. الحاجه اللي كبيره راه بالثمن ديالها، الحاجه الصغيره بالثمن ديالها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.